السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأول من مجموعة ديال الميكانيك الجزء الثاني. دونك في الدرس ولا في الحصة السابقة شفنا هضرنا على شنو هي متجهات المواضع، دونك عطيتكم التعبير ديالها. من بعد هضرنا على المنظم ديال متجهات المواضع، قلنا كنديرو الجذر، كناخدو هاد الإحداثيات كنديرلهم أون كاري، هو حدث في نظام عامل الوحدات ديال المتر. من بعد هضرنا على متجهات السرعة، قلنا بأن متجهات السرعة هي اشتقاق ديال متجهات المواضيع بالنسبة للزمن. شفنا التعابير ديال متجهات السرعة، قلنا بأن راها في اكس راه بحالها بحال دي اكس على دي دو تي هي اكس بون، دونك هذيك يعني التغير اللي هو اشتقاق. شفنا المنظم ديالها، دونك كناخدو الإحداثيات وكندير لهم او كاري. وحدتها في النظام العام الوحدات ديال المتر با سكوند. شفنا متجهات التسارع كذلك، قلنا بأن متجهات التسارع راه هي اشتقاق ديال متجهات السرعة، يعني تغير ديال متجهات السرعة بالنسبة للزمان. شفنا الكتابة ديالها في معلم ديكارت، شفنا المنظم ديالها، وكذلك قلنا بأن وحدتها في النظام العام الوحدات ديال متر بار سكوند كاري. لما شفنا دوك هادو هما الإحداثيات ديال متجهات التسارع في معلم ديكارت، شفنا إحداثيات متجهات التسارع في معلم فريني. قلت لكم ما نحتاجوها حتى لحركة الدوران ولا الدراسة ديال حركة الدوران ديال الأقمار الصناعية والكواكب. دونك هنا قلنا بان ار جي هي ا تي فوا اي بلس ا ان فوا ان، دونك يو ان هما متجهات وحيديه، يو هي متجهه لمسيه، ان هي متجهه منظميه موجهه نحو تقاعر المسار، ا تي قلنا هي المركبه المماسيه ولا التسارع المماسي، ا ان هي المركبه المنظميه ولا التسارع المنظمي. قلت لكم كل حاجه شحال كتساوي. من بعد هادشي مشينا هضرنا على قوانين نيوتن، ما درتكمش بزاف على القوى الداخليه والقوى الخارجيه، دوك ما نحتاجوش بزاف، ولكن اللي كنحتاجو هما هاد ثلاثه ديال القوانين. دوك هضرنا على القانون الاول لنيوتن اللي هو مبدا القصور، هضرنا على القانون الثاني لنيوتن اللي هي غنخدمو به بزاف اللي هو مجموع القوى الخارجيه كيساوي ام ار جي، وهضرنا على القانون الثالث لنيوتن اللي هو مبدا التأثيرات المتبادله ولا قانون ديال التجاذب الكوني. وبيان سور قلت لكم في الحصه، يعني في الحصه هذه غنشوفوا شنو هي الحركه المستقيمه المنتظمه والمتغير بانتظام، غنديروا تطبيق ديال هذا القانون الثاني لنيوتن. دونك اول حاجه من العنوان، دونك هنا كاينه الحركه المستقيمه، يعني الحركه ديالنا كتتم وفق مستقيم. الى عقلتوا على متجهات الموضع، قلنا بان متجهات الموضع اللي درنا لها هي او جي، متجهة قلنا راها كتساوي هي اكس فوا اي زائد ايكغيك فوا جي زائد زد فوا كا، دونك هادي هي متجهات الموضع. بيان سور هنا عندي ثلاثة ديال الإحداثيات. علاش ثلاثة إحداثيات؟ لحقاش عندي ثلاثة ديال المحاور. بالنسبة لهاد الحركة المستقيمة عندي غير محور واحد، يعني ما يكونش عندي المحور ايكغيك وما يكونش عندي المحور زد، دونك يبقى لي او جي كتساوي غير اكس فوا اي. بيان سور لو بغيت المنظم ديال او جي، قلنا بان المنظم ديال اوجي يعني المسافه اوجي هي الجذر، حتى هي قلنا ديال اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد زد او كاري. بيان سور ايكغيك ما كايناش وزد ما كايناش لقاش عندي محور واحد، يبقى لي غير الجذر ديال اكس او كاري اللي كتساوي اكس. دونك في الحركه المستقيمه غيكون عندي اوجي كتساوي غير اكس فوا اي، وغتكون عندي المسافه اوجي كتساوي غير اكس. بيان سور الا كانت عندي اوجي كتساوي غير اكس فوا اي ولا بغينا السرعة، دونك إلا بغينا في بيان سور هاد في في جي حتى هي ما يكونش فيها في إيكغيك و في زد، غتكون فيها غير في إكس فوا إي، و بحيث في إكس كتساوي ديد إكس سور دي دو تي، لحقاش ما عنديش إيكغيك و زد، دونك يكون عندي في إكس كتساوي غير ديد إكس سور دي دو تي. ومنين من هاد في في جي ممكن نجبدو أ تسارع، بيان سور أ ا جي دوك غيكون كيساوي غير ا اكس فوا اي، لحقاش ما عنديش في ايكغيك وفي زد، بحيث هاد ا اكس راه كيساوي دي ديال في اكس على دي دو تي ولا كيساوي اكس دو بوان، يعني اشتقاق الثاني ديال اكس. متفقين؟ دوك هادشي كامل، دوك هادشي اللي غيكون عندي في الحركه المستقيمه، ما يكونش ما ندرسوش الحركة على المحور Y و Z، ما ندرسو الحركة على المحور X. دونك إلا درسنا الحركة على المحور X يعني يكون عندي غير في X، ولا كان عندي غير في X يكون عندي غير AX، يعني Y و Z ما كاينينش. دونك عموما المعلوم المستعمل لدرس الحركة المستقيمة هو عبارة عن محور OI، دونك يكون عندنا غير OI، يعني غير المتجه الوحيد هي OI.
اي ما يكونش عندي جي او كا، ومتجهات الماضي او جا تكون هي اكس فوا اي. منظم متجهات السرعه تكون في عتنيه تساوي غير دي اكس على دي دو تي، ما تكونش عندي دي ايكغيك ودي زد. ومنظم متجهات التسارع هي ا، هتكون دي في سور دو تي اللي هي دي او كاري ديال اكس على دي تي او كاري، قلنا هذه هو الشقاق الثاني ديال اكس. بالنسبه لهذه الحركه المستقيمه دوك غنشوفوا جوج الحالات، دوك الحركه المستقيمه كاينه الحركه المستقيمه المنتظمه، وغنشوفوا المتغيره بانتظام. دوك اولا غنبداو بالحركه المستقيمه المنتظمه، دوك غير سميتها شنو هي الحركه المستقيمه المنتظمه. بعد اول حاجه مستقيمه، دوك غيكون عندي مسار مستقيمي، يعني غيكون عندي الدار سانسور على المحور اكس مثلا. منتظمه شي حاجه منتظمه، السرعه كتبقى ثابته. دوك هذه نعقلوا بها بان في الحركه المنتظمه كتبقى السرعه ثابته، دوك في كتساوي كونستانت، هذه كونستانت. الا كانت السرعه ثابته كيف داير التسارع؟ واش ملي كنكون حركه مستقيمه واش كاين هناك تسارع؟ والسرعه كتزاد ولا كتنقص؟ بيان سور ما كتزاد ما ينقص، يعني التسارع كيساوي صفر. دوك في الحركه المستقيمه عفاكم صح هنا، قلنا في الحركه، في هذه الحركه المستقيمه المنتظمه دوك خاص يكون عندي السرعه في ستكون ثابته، مثلا كتساوي ما عرفتش نعطيكم مثال، مثلا كتساوي 25 متر بار سكوند. دوك في الحركه المستقيمه المنتظمه الا كانت في ثابته، يعني التسارع ا بيان سور غيكون صفر. علاش التسارع ا يكون صفر؟ لحقاش حنا عارفين بان ا راه كيساوي غير هو دي ديال في سور دي دو تي. بيان سور قلنا بان في ثابته، هاد دي سور دي دو تي هو اشتقاق، قلنا بان دي دو تي هي في كندير لا بوين، يعني كندير الاشتقاق ديال الفي. شنو هو الاشتقاق ديال شي حاجه ثابته؟ شنو هو الاشتقاق ديال 25؟ بيان سور غيكون كيساوي صفر. دونك هادي هي ا، دونك كتساوي صفر، و في راها ثابته. ثاني حاجه الا بغينا مثلا اكس شحال كتساوي اكس، حنا عارفين بان في اللي هي ثابته راها كتساوي هي دي د اكس على دي دو تي، واخا. دونك في كتساوي دي د اكس سور دي دو تي. الا كانت عندنا اكس وبغينا في، اسمعني مزيان، كو كانت عندنا اكس وبغينا في، غناخدو هاد اكس شنو خصنا نديرو له؟ شنو هي دي سيغ دي دو تي؟ غنديرو له الاشتقاق. دونك دي سيغ دي دو تي قلنا هي اكس بوان. دونك كانت عندنا اكس وبغينا في، غناخدو ديك اكس غنديرو له الاشتقاق باش نلقاو في. دابا العكس، دابا هنا عاطينا في، دونك في راها ثابته، مثلا هي 25 ناقصكم، وحنا باغيين اكس. دونك في راها ثابته وحنا باغيين هاد اكس. بيان سو كانت عندنا اكس قلت لكم كنا بغينا في، غناخدو ديك اكس بوان كدعني هو اشتقاق، دونك ناخدو اكس ونديرو الاشتقاق باش تعطينا في. دابا العكس، حنا عندنا في بانها ثابته هي 25، كيفاش غنلقاو اكس؟ دونك غنديرو العكس ديال الاشتقاق اللي هو الداله الاصليه. دونك باش نلقى هاد اكس خصني نمشي للفي وندير لها الداله الاصليه ديالها. بيان سور هنا في راها ثابته، شنو هي الداله الاصليه ديال شي حاجه ثابته؟ مثلا بحال جوج ثلاثه ولا اربعه ولا 25، اننا كنضربو داك الشيء في تي وكنزيدو شي حاجه ثابته. مثلا هنا الا بغينا اكس، دونك الا بغينا اكس، دونك الا بغينا اكس هنا، دونك اكس راه غتساوي، غناخدو ديك في اللي هي ثابته مثلا نسميوها هي في اكس، لحقاش عندي الشقة، عندي السرعه كتساوي على المحور اكس، كنضربوها في تي وكنزيدو واحد ثابته بحد هنا عندي اكس، غنزيدو اكس زيرو، دونك بلس اكس زيرو. دونك اكس كتساوي في اكس فوا تي زائد اكس زيرو. دونك هذه هي في الحركه، هذه في الحركه المستقيمه المنتظم. دونك في الحركه المستقيمه المنتظمه عندي ثلاثه ديال الحالات، ثلاثه ديال الحوايج خصكم تعقلوا عليهم. الحاله الاولى ان في راها ثابته، الحاله الاولى ان في ثابته مثلا 25، الحاله الثانيه ان التسارع كيساوي صفر، والحاله الثالثه بان اكس كيساوي في اكس فوا تي بلس اكس زيرو. دونك هادو ثلاثه ديال الحاجات ملي كيكون عندي حركه مستقيمه المنتظمه. هاد اكس زيرو هو الافصول ديال المتحرك عند اصل التوريح، يعني فين كانت عندي المتحرك ديالي في اللحظه البدئيه فين كان. دونك عفاكم عقلوا هاد ثلاثه حوايج في الحركه المستقيمه المنتظمه. دونك الحركه المستقيمه يعني غنخدمو غير نورمالمون ب في اكس وب ا اكس وب اكس. دونك هنا غنزيد لكم، دونك نورمالمون هنا راها في اكس، هاد ا راه حتى هي ا اكس، وبيان سور كاينه اكس لحقاش كاينه غير المحور اكس. في اكس كتكون ثابته ما كتغيرش، ا اكس التسارع كيساوي صفر، و اكس كيساوي في اكس فوا تي بلس اكس زيرو. بيان سور الى كان العكس، الى كانت عندنا اكس مثلا عندكم اكس كتساوي هي في اكس فوا تي زائد اكس زيرو، باش تلقاو في غادي تشوف ديك اكس ديرو الاشتقاق، غناخدو هادي ندير الاشتقاق. شنو هو الاشتقاق ديال اكس زيرو؟
يعني ديال شي حاجه ثابته اكس راه ثابته دوك تساوي صفر هذه ما تبقاش. شنو الشقاق ديال في اكس فوا تي؟ بحال مثلا الشقاق ديال 3 اكس في الماط دوك نحيدو ديك اكس كيبقى 3، دوك الشقاق ديال اكس هنا يبقى هو في اكس، وفي اكس قلنا شحال هي راه ثابته. من بعد الى بغينا ا كناخدو في، دوك الى بغينا ا كناخدو ديك في كندور لها الشقاق. دوك شنو الشقاق ديال شي حاجه ثابته؟ بيان سور هي صفر. دوك شوف شنو درت، دوك ممكن اننا نمشيو من اكس ل ا، ولا ممكن نمشيو من ا ل اكس. باش نمشيو من اكس ل ا كنديرو الشقاق، كناخدو ا اكس باش نمشيو ل ا كنديرو الشقاق، كناخدو هاد اكس نديرو الشقاق الاول كيعطيني في، وكندير الشقاق الثاني باش يعطيني ا. العكس الا كانت عندي ا وبغيت نمشي ل اكس كنديرو الدالة الاصلية الاولى باش تعطيني في، وكندير الدالة الاصلية الثانية باش تعطيني اكس. دوك عقلوا على هاد لي زيتاب، مازال نشوفو مزيان في ليكزارسيس. دابا حاليا عقلوا بان الحركة المستقيمة المنصدمة هادو هما الميزات ديالها. نمشيو للحالة الثانية، إذا كان الحركة المستقيمة دابا المتغيرة بانتظام دائما مستقيمة، يعني غيكون عندها محور إكس. دابا شنو هي متغيرة بانتظام؟ دوك هي سميتها متغيرة بانتظام، يعني التسارع واش غيكون كيساوي صفر؟ هي متغيرة، هي كتغير ماشي ثابتة. إذا أ ما غيكونش كيساوي صفر، دوك التسارع أ إكس ما يكونش كيساوي صفر، وهنا مهم أنها كتغير بانتظام، يعني هاد التسارع حتى هو غيكون ثابت ما كيتبدلش. دوك كاين تسارع ولكن ثابت، دوك أ إكس غتكون ثابتة. دوك دابا هنا التسارع هو اللي ثابت. أعطيكم مثال، مثلا التسارع كيساوي جوج متر باغ سكوند كار، دوك هادي التسارع. دوك أنا عندي التسارع، إلا بغيت في، حنا عارفين بأن أ إكس راها كتساوي هي دي ديال في إكس على دي دو تي، ولا هي في إكس نقطة. دابا أنا من هادشي ما باغيش أ، راه عندي راه ثابته، انا باغي في. دونك الا بغيت في اكس شنو ندير؟ دونك غنعاود نشرح لكم. دونك هنا عندي هنا ا راه ثابته، دونك هي 2 متر بار سكوند كاري، وبيان سور حنا عارفين بان اكس راه هو الشقاق ديال في، هو دي ديال في اكس على دي دو تي، ولا كان مضروب في اكس نقطه. انا عندي ا اكس وباغي في، كو كانت عندي في وبغيت ا انا خدو ديك في. شنو هي بوان؟ قلنا هي اشتقاق. كون كانت عندي في وبغيت ا كناخدو داك في وكنديرو الشقاق باش نلقاو ا. دابا العكس، دابا انا عندي ا اللي هي ثابته وبغيت في اكس، دونك شنو خصني ندير لهاد ا؟ خصني ندير لها الداله الاصليه. دونك انا باغي، دونك الداله الاصليه هي في اكس، دونك في اكس شنو هي الداله الاصليه ديال ا اللي هي ثابته؟ شنو الداله الاصليه ديال شي حاجه ثابته؟ كناخدو ديك الثابته وكنضربوها في تي، دونك في اكس غنديرو تساوي، دونك غندير تساوي هي ديك ا اكس اللي هي ثابته، وكنضربوها في تي، ودائما قلنا كنزيدو ثابته. من هاد الثابته اللي غنزيد، بحال هنا عندي انا كنقلب على في اكس غنزيدو، غنسميوها هي في زيرو. صافي، دونك في اكس كتساوي ا اكس فوا تي بلوس في زيرو. بغيتو تاكدو بان هادشي اللي درنا صحيح، شنو غنديرو؟ دابا هادي في، الا بغينا ا غناخدو هاد في، شنو خصنا نديرو لها؟ نديرو لها الشقاق باش نلقاو ا. غناخدو خصنا هاد في اكس نديرو لها دي على دي تو، يعني نديرو لها الشقاق. غناخدو هادي ونديرو لها الشقاق. اول حاجه شنو الشقاق ديال شي حاجه ثابته هي في زيرو؟ زيرو، ما بقاش. شنو الشقاق ديال ا اكس فوا تي؟ تي هو المتغير، مثلا هنا بحال بحال في المات عندكم اكس. دونك شنو الشقاق مثلا ديال جوج اكس؟ الاستقاق ديال جوج اكس انكم كتحيدوا اكس كيبقى جوج، ها هي. دونك ابقى لنا بان اكس راها كتساوي جوج. دونك حنا لقينا في. دابا الا بغينا اكس، حنا عارفين بان في اكس، عارفين في اكس راها كتساوي هي دي ديال اكس على دي دو تي. شو كتعني هاد دي اكس على دي دو تي؟ كتعني بان هي اكس نقطه، يعني الشقاق ديال اكس. انا باغي اكس، دونك كانت عندي اكس وبغيت في، غناخدو ديك اكس وندير لها الشقاق. ولكن دابا العكس، انا عندي في اكس اللي كتساوي اكس فوا تي، اكس فوا تي زائد في زيرو، وباغي اكس، يعني هاد ا اكس فوا تي بلس في زيرو غنحاول ندير لها الداله الاصليه. دونك ا اكس راها ثابته، دونك غنكتبها. دونك غنكتب هنا ا اكس. دابا شنو هي الدالة الأصلية ديال تي؟ مثلا بحال اللي عندكم، شنو هي الدالة الأصلية ديال إكس في الماد؟ دوك الدالة الأصلية ديال إكس هي إكس أو كاري على جوج، ولا واحد على جوج في إكس أو كاري. دوك شنو هي الدالة الأصلية ديال داك تي؟ دوك شنو هي؟ هي كنديرو تي أو كاري، دوك هي تي، عفوا، دوك هي تي كاري، وكنقسموها على جوج. دوك هادي هي الدالة الأصلية ديال تي بلوس. من بعد هنا عندكم في زيرو، شنو هي الدالة الأصلية ديال شي حاجة ثابتة؟ كنضربوها في إكس، يعني كنضربوها في تي بالنسبة للفيزيك. دونك غندير زائد، دونك زائد غنديرو في زيرو غنضربوها في تي، ومحيت هنا عندي إكس كنزيدو ثابتة غنسميها زائد إكس زيرو.
دونك هادشي اللي درت هنا هو الدالة الأصلية ديال هادشي. دونك شنو هي الدالة الأصلية ديال اكس فوا تي؟ دونك ا اكس راه ثابتة خليتها. الدالة الأصلية ديال تي كنديرو او كاري وكنقسمو على جوج، بحال مثلا في المات عندكم اكس كنديرو اكس او كاري وكنقسمو على جوج. دونك هي تي او كاري على جوج، دونك زائد هادي ثابتة الدالة الأصلية ديالها كنضربوها غير في تي، دونك في زيرو فوا تي. وبيان سور هنا ما كاين والو، يعني غنزيدو واحد ثابتة. باش تأكدوا بأن هادشي اللي درناه راه صحيح ديروا العكس. دابا هادي حنا عندنا اكس الى بغينا في، دونك حنا عندنا اكس الى بغينا في شنو غنديرو؟ غناخدو ديك اكس ونديرو الشقاق، دونك غنديرو الشقاق ديال هادشي ونشوفو واش خرجنا هادشي ولا لا. دونك ا اكس ثابته، شنو هي الشقاق ديال تي او كاري؟ مثلا في المات اكس او كاري، دونك اكس او كاري في المات هي جوج اكس، دونك الشقاق ديال تي او كاري هي جوج تي. بيان سيغ جوج غتمشي مع جوج غتبقى تي، ها هي. دونك هي ا اكس فوا تي. شنو هو الشقاق ديال في زيرو فوا تي؟ دونك مثلا في المات هو الشقاق ديال 4 اكس، الشقاق ديال 4 اكس هي 4، دونك كتبقى هي في زيرو. الشقاق ديال شي حاجه ثابته هي صفر. دونك اللي تعقل عليه هنا بان في الحركه المستقيميه المتغيره بانتظام كيكون عندي تسارع ثابت. دونك اول حاجه التسارع ا كتكون ثابته، السرعه في اكس كتكون هي ا اكس فوا تي بلس في زيرو، و اكس كتكون هي ا اكس تي او كاري على جوج زائد في زيرو فوا تي بلس اكس زيرو. دونك هادو هي هما المميزات ديال الحركه المستقيميه المتغيره بانتظام. دونك كاين هنا دونك تسميزو الحركه المستقيمه المتغيره بانتظام بما يلي. دونك مسار مستقيم دائما لقاش عندي حركه مستقيمه، تسارع ثابت، سيريت لكم هنا بان ا اكس ثابته، السرعه في كتساوي هي ا تي بلس في زيرو، هي هادي هي في اكس لقاش عندي الحركه على اكس، دونك هي ا اكس وتي زائد في زيرو. واخر وحده هي اكس، هادي كتسمى المعادله الزمنيه للحركه. علاش المعادله الزمنيه؟ لقاش فيها تي واخا. دونك المدى الزمني الحركة هي اكس كتساوي على جوج ا تي او كاري، هي هادي. دونك كاين جوج في ا في تي او كاري زائد في زيرو فوا تي زائد في زيرو فوا تي زائد اكس زيرو. دونك هادو هما المميزات ديال الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام. حنا جينا لهاد في اكس، هادي هي ا اكس فوا تي زائد في زيرو، دونك هادي كتشبه الدالة التألفية. دونك إلا درنا التمثيل ديال في بدالة الزمن غنعطيني هاد الدالة هادي، تمثيلنا في بدالة الزمن عطيني دالة تألفية، يعني مكنمرش من أصل المعلم. وبيان سور هاد في زيرو، هاد في زيرو هادي هو الأرتوب عند الأصل. دونك هادي هي المميزات اللي هضرنا عليهم ديال الحركة المستقيمية المنتظمة والحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام. دابا غنمشيو للتطبيقات، يعني غنحاول أننا نطبقو داك القانون الثاني نيوتن. ولكن قبل من التطبيق ديال القانون الثاني نيوتن هناك مراحل باش نطبقو هاد القانون الثاني لنيوتن. دوك المرحلة الأولى أننا كنحددو المجموعة المدروسة، يعني شنو هو الجسم اللي كندرسو. المرحله الثانيه ان كنجردوا القوى وتمثيلها على الشكل. كنجردوا القوى اللي مطبقه على هذه المجموعه المدروسه، يعني مطبقه على الجسم ديالي، وكنحاول انني نمثلها بدون سلم في الشكل غير باش يجي لي داكشي ساهل باش نعرف شنو هما القوى اللي عندي. المرحله الثالثه ان كنكتبوا العلاقه ديال القانون الثاني، يعني هذه العلاقه اللي كنكتبوها هي ديك مجموعه القوى ديك القانون الثاني، هذه مجموعه القوى الخارجيه كيساوي ام ا جي. دونك هذه في المرحله الثالثه بعد ما كندير القوى. المرحله الرابعه انا كناخذ هذاك الجسم ديالنا ولا داك الشكل ديالنا وكنصمو فيه المعلم، يعني كنختاروا واحد المعلم اللي غنديروا فيه الاسقاط. صافي دوك المرحله الرابعه انا كنختاروا المعلم ديالنا اللي غنديروا فيه الاسقاط. وبيان سور المرحله حدنا اخترنا المعلم، اخر مرحله انا غنديروا الاسقاط هاد العلاقه على داك المعلم. دوك غنديروا الاسقاط ديال العلاقه ديال قانون ثاني نيوتن على داك المعلم اللي اخترينا في المرحله الرابعه، دونك اسقاط العلاقه المعبره عن قانون ثاني نيوتن في هذا المعلم. دونك هنا غندير لكم واحد جوج ديال التطبيقات ولا ثلاثه باش تفهموا كيفاش كنخدموا بهذا القانون ثاني نيوتن. دونك التطبيق الاول غادي حالتها الحركه فوق مستوى افقي بدون احتكاك. دونك هنا عندنا واحد المستوى افقي هو هذا، وهي حركه بيان سور دائما ناخذوها مستقيميه. دونك كاين محور اكس، بالاضافه ان عندي الحركه بدون احتكاك. حركة بدون احتكاك يعني ما كاينش احتكاك بها بالجسم ديالي وهذا السطح هذا. دوك المعطيات، دوك عطاونا بان كتلة الجسم ام كتساوي 500 غرام، دوك ها هو الجسم ديالي هو الجسم اس. دوك عطاونا الكتلة ديالو هي 500 غرام، عطاونا التسارع الثقالة ولا شدة الثقالة هي الجي اللي كتساوي 10 متر بار سكوند كاري، وعطاونا القوة شدة القوة اف هي 2 نيوتن. بيان سوغ الجسم هذا راه محطوط فوق واحد المستوى افقي هو هذا، وكنجروه بواحد القوة اف، مثلا هنا كاين واحد الحبل كنجروه به، يعني كنجرو بواحد القوة اف غادا في هاد المنحة هذا. القوة ديال هاد اف هادي هي جوج نيوتن.
دونك السؤال الاول قال لك بيتطبق قانون ثاني نيوتن، اوجد تسارع جسم اس، يعني نحاولوا نلقاو التسارع، يعني نلقاو او ديال هذا الجسم. نسيت بعدا واحد الحاجه، انا ملي مشيت نيشان المعطيات نسيت ما قلت لكمش بعدا شنو التمرين، دونك هنا غتفهموا مزيان. كنا نعتبر جسم صلبان اس يتحرك بدون احتكاك فوق مستوى افقي، دونك يتحرك بدون احتكاك فوق واحد المستوى افقي، تحت تاثير قوه ثابته اف، دونك هنا كاينه واحد القوه اف كنجرب. دونك عطاونا الكتله ديال جسم ام ديال الجسم اس هي 500 غرام، عطاونا جي هي 10 متر بار سكوند كاري، وعطاونا شحال كتساوي هاد اف بنيوتن. دونك اول سؤال الاول غنطبقوا القانون الثاني لنيوتن، غنلقاو التسارع، التسارع هو ا. دونك باش نلقاو التسارع قبل ما نطبقوا القانون بعدا، دونك كاين جوج المراحل الاولين، انا كنحددوا المجموعه المدروسه. دونك المجموعه المدروسه بالنسبه لنا هو هذا الجسم الصلب اس، دونك المجموعه المدروسه هو جسم اس. المرحله الثانيه انا كنجردوا القوى ونطبق على جسم اس، دونك جات القوى ياخذوا جسم اس خلال حركه القوى التاليه. دونك اول قوه راه باينه هي اننا كنجروه بهذه القوه اف، دونك اف، دونك اف متجهه هي قوه الجر. بما ان الجسم هذا راه عنده كتله، طبعا الكتله ديالو هي 50 غرام، يعني كيخدع الوزن ديالو، يعني كاينه تاثير الارض عليه. دونك الوزن كنرمزو لها بي، بي هي وزن الجسم. باش نفكركم بان بي راها كتساوي، بي كتساوي ام فوا جي، دونك اللي ديجا عارفينها، دونك شده الوزن كتساوي ام فوا جي. غير دابا حنا عندنا متجهه، غنديرو هنا متجهه، حتى جي غنديرو لها متجهه. بيان سور هادي بالمتجهات، الا بغينا الشده راه بي كتساوي ام فوا جي. ما نساوش بان هاد ام راه خاصها تكون في النظام العام الوحدات بالكيلوغرام ماشي الغرام، الكتله ام بالكيلوغرام، بي من نيوتن، جي الاكثريه غتكون اما بالمتر باغ سكوند كاري، دونك حنا نجمعو وحدات متر باغ سكوند كاري ولا نيوتن باغ كيلوغرام. دونك جي عندنا جوج الوحدات، اما متر باغ سكوند كاري ولا نيوتن باغ كيلوغرام. واخا دونك هادي وزن الجسم. دونك قلنا بان الجسم يخدع القوه اف هي هادي. كاين وزن الجسم، دونك وزن الجسم كنمثلوه في الوسط في الجي في مركز القصور، وهي قوه نحو الاسفل، متفقين؟ دونك بي راها نحو الاسفل. من بعد كاين تاثير ديال هذا السطح هذا الافقي، فاش ما كاينش السطح الافقي هذا الجسم ديالي غادي يطيح لتحت، داكشي علاش كاينه واحد القوه هنا في السطح نحو الاعلى، موجهه هنا كتدفع الجسم نحو الاعلى. دونك كاينه اف، كاينه بي، وكاينه ار اللي هو التاثير ديال السطح. دونك ار قوه مطبقه من طرف السطح التماس، وهي عموديه على السطح، بيان سور هي عموديه على السطح، فكم هنا كاين واحد اف هادي اللي طالعه نحو الاعلى، دونك هنا كاين واحد التعامد. لحقاش عندي الحركه هنا كتم بدون احتكاك، كون كانت الحركه كتم احتكاك هاد ار ما غتكونش عموديه، دونك هادي هي ار، ار ما غتكونش عموديه ولكن غتكون مائله في المنح المعاكس ديال الحركه. بيان سور قلت لكم كاين هنا حتى واحد بي، بي كنمثلوها في المركز نحو الاسفل، دونك هادي هي بي، وبيان سور اف راها ديجا مرسومه تما. دونك هو حنا هنا ممثلين، دونك قلنا ار عموديه على السطح نحو الاعلى، دونك هي القوه مطبقه من طرف السطح على الجسم، يعني السطح كيهز الجسم نحو الاعلى. بي كنمثلوها في مركز القصور يعني في الوسط نحو الاسفل، و اف كنجرو الجسم نحو اليمين. دونك هادو هما جوج ديال المراحل الاولى والثانيه قبل ما نطبقوا القانون. دونك تطبيق القانون الثاني لنيوتن، قلنا بان القانون الثاني لنيوتن شنو كيقول؟ كيقول بان مجموع القوى الخارجيه كيساوي ام ا جي. بيان سور هاد مجموع القوى، حنا القوى اللي عندنا شحال؟ طبعا عندنا ثلاثه، عندنا اف و بي و ار. دونك نحاول ندير معكم التطبيق هنا. القانون الثاني كيقول بان مجموع اف القوى الخارجيه اكستيريور كيساوي ام فوا ا جي، هادو متجهات. دونك هذا هو القانون الثاني نيوتن. بس حنا قلنا كاين ثلاثه القوى، يعني القوى اللي كاينين كاينه قوه الجر اف بلس بي، دونك بلس لقاش عندي المجموع، بلس اف قوه عفوا اف درناها بلس ار التاثير ديال السطح كيساوي ام ا جي. دونك هذا هو القانون الثاني لنيوتن. من بعد هذا القانون الثاني لنيوتن غنمشيو نديرو الاسقاط، غنديرو الاسقاط على واحد المحور، يعني غنختارو المعلم ديالنا. المعلم اللي غنديرو ليه الاسقاط بيان سور هو هذا المحور اكس، ممكن نختارو المحور اكس و ايكغيك، دونك هنا مثلا كاين محور اكس ونزيدو حتى المحور ايكغيك. دونك نعتبر المعلم او اكس و ايكغيك مرتبطان بالارض، نعتبره غليليان وندور شكل. دونك هذا هو المعلم ديالنا، هنا اكس وهنا ايكغيك. دونك غناخدو هاد العلاقة هادي ديال القانون الثاني نيوتن، غنديرو الإسقاط أولا على المحور إكس، من بعد غنديرو الإسقاط على المحور إيكغيك. دونك هي هادي، دونك هادي باش نديرو الإسقاط على المحور إكس، يعني نخليو بحال هكا، نحيدو غير
هاد المتجهات وغنديرو هاد اف غنديرو هنا حداها اف اكس، هادي راجع بي اكس ار اكس، وهاد ا راجع ا اكس. دونك هي هادي هذا الاسقاط على محور اكس، دونك اف اكس بلس بي اكس بلس ار اكس كتساوي ام ا اكس. اسقاط على محور ايكغيك هي اف ايكغيك بلس بي ايكغيك بلس ار ايكغيك كتساوي ام ا ايكغيك. دونك غنجيو لهاد الحركة هادي الاولى. دونك شوفوا الجسم ديالي فين غادي، غادي واش في المحور على المحور اكس ولا طالع على المحور اي. دونك حنا كنجرو الجسم غيمشي هكا، هذا هو المنحى الحركه ديالو. اذا الجسم ديالي كيتحرك وفق المحور اكس، ما كيطلعش ويهبط لفوق، دونك ما كيتحركش وفق المستقيم ولا المحور اي، يعني التسارع ما غيكونش على المحور اي، غيكون على المحور اكس. يعني الجسم ديالي كيتحرك على المحور اكس، يعني ا اي التسارع على المحور اي كيساوي صفر. دونك ا واي كيساوي صفر لانه لا حركه للجسم حسب المحور واي، يعني الجسم ما كيتحركش على المحور واي، كيتحرك على جسم اكس. يعني حنا كنجروه غيمشي في هذا المنحى هذا، بيان سور ما غيطلعش ولا غيهبط. اذا ا واي كتساوي اي كتساوي صفر، كاين غير ا اكس. يعني هنا في هذه العلاقه الثانيه هاد ا واي غنضربوها في ام، دوكا هي غتعطيني صفر. نرجعو دابا نديرو الاسقاط ديال هاد القوى. دونك اول حاجه هي اف اكس، شنو هي هاد اف اكس؟ يعني غناخدو هاد اف القوه اف وغنديرو لها الاسقاط على المحور اكس. اف اكس هو الاسقاط ديال القوه اف على المحور اكس. شنو هي اف ايكغيك؟ هو الاسقاط ديال هاد القوه اف على المحور ايكغيك. نبداو باف. دونك الا درنا الاسقاط ديال هاد اف على المحور اكس، الا كتلاحظوا بان هاد القوه اف كي دايره المحور اكس راها كتوازيه. دونك القوه اف توازي، دونك القوه اف راها كتوازي المحور اكس. اي قوه كتوازي شي محور كتكون هي نفسها. دونك الاسقاط ديال القوه اف على المحور كتكون كتوازي هذا المحور هي نفسها، يعني كتساوي نفس القوه. غير شوفوا واش عندها نفس المنحى ولا لا. اذا كانت غاديين المحور مع ديك القوه غادي في نفس المنحى كتكون الاسقاط موجب، يعني هنا بالنسبه لنا غتكون زائد اف. اذا كانت اف العكس، اذا كانت اف مثلا غاده في المنحى المعاكس يعني المقلوب ديال هذا الشيء، بيان سور غتكون هي نفسها ولكن مو غتكون سالبه، غتكون ناقص اف. واخا دونك شوفوا هنا اكس ولا اف كتوازي اكس وغادا في نفس المنحى، يعني هاد اف اكس غنعوض هاد نيشان باف. دونك اف اكس، دونك شوفوا الاسقاط ديالها هي اف على المحور اكس. شنو هي بي اكس؟ بي اكس هو الاسقاط ديال القوه بي على المحور اكس. دونك بي اكس هو الاسقاط ديال القوه بي على المحور اكس. دونك شوفوا بي هابطه نحو الاسفل والمحور اكس وهذا. الا لاحظتوا بان هذه المتجهه بي ولا القوه بي راها عموديه على هذا المحور اكس، هناك تعامد ما بين بي واكس. دابا اي قوه عموديه على المحور على شي محور الاسقاط ديالها دائما كتساوي صفر. دونك نعاود، الاسقاط ديال شي قوه كتكون عموديه على المحور الاسقاط صفر. هنا بي عموديه، دونك شوفوا بي نحو الاسفل واكس افقي. دونك هذا فيرتيكال هذا هوريزونتال، دونك هذا رأسي وهذا أفقي. الإسقاط بيسم زاوية قائمة، يعني الإسقاط كيساوي صفر. دونك إلا مشيتو بي إكس الإسقاط ديالها إلا مشيناش غنلقاو كتساوي صفر. دونك إف إكس كتساوي إف لحقاش إف كتوازي إكس، ولكن بي إكس الإسقاط ديالها كيساوي صفر لحقاش متعامدة، بي كتعامد إكس. إر إكس شوفوا إر نحو الأعلى هي هذه، شوفوا كيف دايرة مع إكس، حتى هي لاحظتوا بأنها متعامدة. دونك إر عمودي على المحور اكس، وبالتالي الاسقاط ديالها غيكون كيساوي صفر. نعاود لاخر مره بان اي قوه موازيه لشي محور راه كتساوي نفسها، غير الا كان عندها نفس المنحى كتكون موجبه، كان عندها منحى معاكس كتكون سالبه. اي قوه عمودي على المحور الاسقاط ديالها صفر. دونك حنا بالنسبه لنا اف راها موازيه، يعني الاسقاط ديالها هي نفسها وعندها نفس المنحى، داك الشيء علاش انها موجبه ماشي ناقص. بالنسبه لبي اكس و ار اكس بجوج بهم عمودين على اكس، يعني بجوج بهم يكونوا صفر صفر. خلاص تسارع ا اكس عندي، دونك عندي الجسم راه كيتحرك على المحور اكس، يعني كاين ا اكس مش كتساوي صفر. العلاقه الثانيه دونك شنو هي اف ايكغيك؟ اف ايكغيك قلنا ناخذ هذه القوه اف، ودابا غنديروا الاسقاط ماشي على المحور اكس، غنديروا الاسقاط على هذا المحور هذا ايكغيك. دونك شوفوا اف كيف دايره مع ايكغيك، دونك ايكغيك هكا واف هكا، دونك هناك تعامد، وبالتالي اي قوه متعامده شحال قلنا كتساوي صفر، دونك هو صفر. دونك اف ايكغيك لاحظتوا الاسقاط ديالها هو صفر. نمشيو بي ايكغيك، بي ايكغيك هو الاسقاط ديال القوه بي على المحور ايكغيك. شوفوا ايكغيك نحو الاعلى وبي نحو الاسفل، دونك هاد بي مع ايكغيك راهم متوازيين، دونك هناك توازي، ولكن بقينا نشوفوا واش نفس المنحى ولا منحيان متعاكسان. شوفوا ايكغيك طالعه نحو الاعلى وبي نحو الاسفل،
لان عندنا المنحنيه المتعاكسه يعني الاسقاط هيكون في سو ولكن سالب، غتلقاو ناقص بي. شوفوا بي غريك الاسقاط ديالها هو ناقص بي. بقى لي اخر وحده هي اغ. اغ راها نحو الاعلى، وبيان سور هنا اغ اي غريك يعني ندير الاسقاط على المحور اي غريك، وحتى اي غريك نحو الاعلى. دونك اغ راها كتوازي اي غريك، يعني هناك توازي بيناتهم وعندهم بنفس المنحى، يعني تكون هي اغ. وبيان سور قلنا بان هاد اي غريك يعني الجسم ما كيتحركش على المحور اي غريك، يعني هنا تكون تساوي صفر. اي غريك هي صفر، صفر فوق ام هي صفر، داكشي هادشي كامل كيساوي صفر. دونك حنا درنا الاسقاط. دونك هما السؤال اللي بغاو، شنو هو السؤال؟ قال لك اسبر قانون نيوتن اوجد تسارع جسم، يعني بغاو هما ا. دونك هاد العلاقه الثانيه هذه هنا قلنا بان ما كايناش اصلا ا، يعني ا اي غريك تساوي صفر، ولكن في هاد العلاقه الاولى راه كاينه ا. دونك في هاد العلاقه الا بغينا ا، دونك اف بلس صفر بلس صفر هادشي كامل غيساوي صفر. دونك الا بغينا هاد ا اكس، هاد اكس راه مضروبه في ام، دونك الا بغينا ا راه غنديرو هي اف مقسومه على ام. دونك ا اكس هي اف على ام. ولا لاحظتوا بان اف راه عطاوها لنا، قالوا لنا بان اف راه هي 2 نيوتن، دونك 2 نيوتن. ام عطاوها لنا هي 500 غرام، غير قلت لكم بان الكتله دابا في الفيزياء الكتله ام بالكيلوغرام، يعني غرام نحول الكيلوغرام ونضربو في 10 اس ناقص 3. بيان سور نحسبنا هادشي لقينا هي 4 متر باغ سكوند كاري، دونك التسارع الحدودي ديالو هي متر باغ سكوند كاري. خلاص ا ايكغيك راها كتساوي صفر. دونك الا بغينا ا بيان سور، الا بغينا تسارع ا لحقاش عندنا ا اكس وعندنا ا ايكغيك. دونك الا بغينا ا تساوي لها، حيت عندي ا اكس و ايكغيك غنديرو هي الجذر ديال ا اكس او كاري بلس ا ايكغيك او كاري تساوي. بيان سو حنا عندنا ايكغيك هي كتساوي صفر، ا ايكغيك او كاري كتساوي صفر، يبقى لي هو غير الجذر ديال ا اكس او كاري. غادي نمشي او كاري مع الجذر غتبقى هي ا اكس. و بيان سو حنا ا اكس لقيناها هي 4 متر باغ سكوند كاري. دونك حنا جاوبنا على السؤال الاول ولقينا ا. دونك هادو هما لي زيتاب عافاكم لي غيساعدو بزاف. دائما كنحدو المجموعة المدروسة. تاني حاجة كنجردو القوى اللي كتبقى على داك الجسم، ولكن قبل فوالا ملي كنجردوهم كنمثلوهم، كنمثلوهم بحال هكا باش ملي نديرو الإسقاط يجينا داك الشيء ساهل. كنطبقو القانون التاني نيوتن، شنو هما نطبقو؟ يعني كنكتبو غير علاقة وكنعوضو داك القوى اللي كاينين بداك القوى اللي جردناهم كاملين كنكتبوهم. كنختارو المعلم اللي غندورو عليه الاسقاط. دونك نتوما بالنسبه لكم مكاينش معلم اكثر، مكاينش ثلاثه ديال المحاور، كاينين واحد ولا جوج المحاور. وحتى الا كانوا جوج المحاور الاكثريه واحد التسارع فيه كيكون كيساوي صفر، يعني في الدرس هذا كيكون عندكم تسارع على محور واحد، يعني غيكون عندكم غير ا اكس هو اللي بقى، ما تبقاش ا ايكغيك. صافي وكنديرو الاسقاط. الاسقاط ملي يكون عندكم قوى متعامده مع المحور اللي كندوي عليه الاسقاط، دونك تكون هي نفسها، غير شوفوا واش عندنا نفس المنحى ولا منحى معاكس. الا كان نفس المنحى كتكون موجبه الاسقاط موجب، كان منحى معاكس غيكون اسقاط سالب. الا كانت القوه متعامده مع المحور الاسقاط ديالها كيساوي صفر. صافي وكنجبدوا داك الشيء اللي بغينا. دونك حنا خدمنا هذه العلاقه الاولى ولقينا التسارع ا اكس. مثلا هذه العلاقه الثانيه اللي هي موان بي بلس ار كتساوي صفر، ممكن يزيد لكم واحد السؤال قال لك احسب مثلا ار. دونك بي لقينا موان بي زائد ار كتساوي صفر. دونك من هنا ممكن اننا نقلبوا على ار. دونك هذه العلاقه الى بغينا ار، دونك غتكون ار شحال كتساوي هنا؟ دونك غتكون ار تساوي هنا ناقص بي، لان جبناها الطرف الاخر هي ناقص، هذا جا زائد بي. وبي راكم عارفين بان هي ام فوا جي. دونك ممكن نحسبوا ار، نديروا هي ام. ام راه عندي 500 غرام في 10 ناقص 3، وجي ديجا عاطينها لنا هي 10 متر بار سكوند كاري. ممكن نحسبوا ار. السؤال الثاني قال لك علما ان الجسم انطلق عند اللحظه ت كتساوي صفر من النقطة ذات الأفصول إكس، يعني في اللحظة البدئية عندي إكس كتساوي ناقص 5 سنتي. دونك هاد إكس هادي هي إكس زيرو، هي الأفصول عند الأصل، يعني منين انطلق الجسم في اللحظة البدئية. وعطاونا السرعة ديالو بسرعة تساوي، دونك انطلق، دونك هاد السرعة هادي 3 متر بار سكوند هي في زيرو. دونك هاد إكس هي إكس زيرو، متبقاش ناقل من انطلق الجسم عند اللحظة البدئية، يعني هادو بجوج بيهم هاد إكس وهاد في، هادي اكس 0 وهاد 3 متر سكوند هي في 0. قال لك اعطي المعادله الزمنيه للحركه. دونك شنو هي المعادله الزمنيه للحركه؟ الا طلعتو المعادله الزمنيه للحركه هي هادي. المعادله الزمنيه للحركه هي هاد اكس كتساوي 1 على 2 اتي او كاري زائد في 0 تي زائد اكس 0. بعدو باش نكتبوا هاد العلاقه هادي خصنا نعرفوا شنو هي طبيعه الحركه. دونك هاد الحركه اللي كاينه هنا شنو هي بالنسبه لنا؟ اين حركه هادي؟ دونك اول حاجه هي حركه بعدا مستقيميه. علاش حركه مستقيميه؟ لقاش عندي غير ا اكس، لاحظتوا عندي غير ا اكس ما عنديش اي غريك. دونك الحركه كتتم على المحور اكس، الجسم ما كيطلعش على المحور اكس، هي حركه مستقيميه. دابا ثاني حاجه واش منتظمه ولا متغيره بانتظام؟ باش نعرفوها نعرفوها ب ا. دونك الا جعنا هنا
عقلته في الحركة المنتظمة التسارع كيكون كيساوي صفر، كتكون كتساوي صفر، ولكن الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام التسارع كيكون ثابت، يعني كتكون شي حاجة ثابتة. مثلا هنا لقينا هي 2 متر بار سكوند. نرجعو للتمرين ونشوفو كي دايرة. دوك التمرين حنا حمسين حسبنا لقينا بأن راها كتساوي 4 متر بار سكوند كار، يعني الحركة بالنسبة ليا هنا واش منتظمة ولا متغيرة بانتظام؟ بيان سور متغيرة بانتظام، لأن التسارع ثابت ما كيساويش صفر. دوك هنا الحركة متغيرة بانتظام، إلا كانت عندي الحركة متغيرة بانتظام نرجع لهنا ونشوف شنو هي المعادلة الزمنية. دوك هي هذه الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام، هذه هي المعادلة الزمنية للحركة، هي إكس كتساوي 1/2 أ فوا تي أو كاري زائد في زيرو تي زائد إكس زيرو. دوك هنخدم بهذه العلاقة هذه، شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي غير نعوض، نعوضها بهاد أ شحال لقيناه، هي ديك 4، في زيرو راه عطاوها لنا وإكس زيرو راه عطاوها لنا. دوك هنكملو آخر سؤال. دوك قالوا لنا الجواب على هذا السؤال هذا اللي هو السؤال 2، دوك بما أن المسار مستقيمي، دوك المسار ديالي راه مستقيمي، التسارع بيان سور شنو لقيناه؟ لقيناه ثابت، هو 4 متر بار سكوند كاري، التسارع ثابت. فكما سطلكم على هاد أن المسار مستقيمي، وثاني حاجة أن التسارع ثابت، التسارع ثابت، فإن الحركة كي دايرة؟ حركة مستقيمية متغيرة بانتظام بيان سور. دوك هي حركة، إن الحركة هي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام وفق المحور إكس. دوك المعادلة الزمنية دوك راه عرفتوا منين جبناها، دوك ملي كيكون عندكم حركة مستقيمية متغيرة بانتظام، دوك هذه هي المعادلة الزمنية للحركة، هي 1/2 أو تي أو كاري زائد في زيرو تي زائد إكس زيرو. صافي غنعوضو، دوك إكس زيرو هاد إكس زيرو هادي غنعوضوها، دوك غنحاول نمسح تي لقاش لقاش كيفان. دونك هاد إكس زيرو، هاد اكس 0 غنعوضوها شحال عطاولهم اكس 0، قلنا ناقص 5 سنتيم، ولكن اكس ما خصهاش تكون سنتيم، خصها تكون بالمتر. دوك نضربها في 10 اس ناقص 3 تعطيني هي ناقص 0.05. دوك هاد اكس 0 خصها تكون بالمتر، دوك هذاك السنتيم نحولوها للمتر بيان سور سالبه، عطاونا ناقص 0.05. قالوا لنا بان انطلق بواحد السرعه ثابته، سرعته تساوي هي السرعه البدئيه 3 متر بار سكوند، بيان سور في النظام العام الفي هي متر بار سكوند، دوك هي 3 متر بار سكوند، وبيان سور لقيناها هي اكس، دوك لقيناها بان هي اكس هي 4 متر بار سكوند كاري، عفاكم هنا نساو راه 4 متر بار سكوند كاري. صافي غنعوضو هاد اكس، نعوضو بناقص 0.05، هاد في زيرو شوفوا لو عوضناها ب 3، دوك 3 فوا تي، وبيان سور هاد اللي كاين هنا نعوضوها ب 4، ولكن 4 في 1 هي 4، 4 مقسوم على 2 يبقى لي 2، دوك هي 2 في تي او كاري زائد 3 تي ناقص 0.05 ناقص 0.05. عفاكم هاد تي او كاري و تي ما كنعوضوهمش، دوك يبقى لي هذه المعادله الزمنيه، نسميوها معادله زمنيه، يعني كنعطيوهم اكس بالنسبه للزمن ولا بدلاله الزمن. دوك اكس كتساوي 2 تي او كاري زائد 3 تي ناقص 0.05، هذه هي المعادله الزمنيه. بيان سور ممكن نتوما تعوضوها تي، يقول لك مثلا اوجد الافصول ديال الجسم، كيعطيك اللحظه، يقول لك عند اللحظه مثلا تي كتساوي 5، تجيب لها تي هادي لها تي هادي وتعوضوها ب 5، ولكن الا قال لكم غير المعادله الزمنيه للحركه، دوك كتعطيو اكس بدلاله الزمن. دوك هذا هو التطبيق الاول ديال قانون نيوتن، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه، الا ما فهمتوهش من بعد سولوني في لي كومونتير. دوك التطبيق الثاني كنظنش باش غنكملو. دوك التطبيق الثاني هي حالة الحركة فوق مستوى أفقي بالاحتكاك. دوك هاد المستوى هذا اللي شفنا، دوك هو مستوى أفقي ولكن بدون احتكاك، بدون احتكاك هاد إر كانت عمودية على هاد السطح. هاد التطبيق الثاني دوك الحركة فوق مستوى مائل، يعني فوق مستوى أفقي بحال قبيلة، ولكن دابا بالاحتكاك، يعني ديك إر بيان سور ما غاتكونش افقيه، غاتكون مائله بواحد الزاويه ديتا ولا الفا بالنسبه لذاك العام ذاك الافق، غاتكون مائله بواحد الزاويه في بالنسبه للمحور ايكغيك. دونك هنا نفس التمرين ديال قبيله، قال لك نعتبر جسم صلبا اس يتحرك فوق مستوى افقي تحت تاثير القوه اف كما بين الشكل اسفله، فيصبح تسارعه، نعطونا التسارع ا اكس كتساوي 6 متر بار سكوند كاري، عطاونا الكتله ديال الجسم، عطاونا شده الثقاله، عطاونا القوه اف، هنا عطاونا 5 نيوتن. السؤال قال لك بتطبيق القانون الثاني نيوتن، اوجد شدة القوة المطبقة من طرف سطح التماس على الجسم. دونك القوة المطبقة من طرف سطح التماس، يعني ديك اخ غنحسبوها شحال كتساوي. دونك دائما باش نطبقو قلنا القانون الثاني نيوتن، اول حاجة كنديرو المجموعة المدروسة. دونك دائما المجموعة المدروسة اصلا كيقولنا في التمرين نعتبرو جسما صلبا اس، دونك هو جسم اس، القوة بيان سور بحال قبيلة كاينة اف
كاينه بي في المركز ديال القصور نحو الاسفل، وكاينه تاتي السطح، ولكن دابا تاتي السطح بالاحتكاك، يعني غتكون مائله في المنح المعاكس. وخصت لكم المنح المعاكس، الجسم كيكون غادي بحال هكا، غتكون مائله ولكن في هذا الاتجاه هذا في المنح المعاكس للحركه. دونك اف قوه الجر، بي وزن الجسم، ار قوه طبعا ضرب سطح التماس، وهي مائله في عكس منح الحركه لان التماس يتم بالاحتكاك. دونك هما ممثلين هنا، دونك اف كنجرو الجسم، بي نحو الاسفل، ولكن شوفوا ار كي دايره دابا مائله بواحد الزاويه في بالنسبه لذاك العمودي على السطح. دونك راها مائله، شوفوا الميلان ديالها في المنح المعاكس. دونك في هذا الاتجاه هذا ماشي في الجسم كيتحرك هكا، هي مائله في الجسم المعاكس. كون كان الجسم كيتحرك بحال هكا غتكون مائله في هذا المنح هذا. دونك كنطبقوا القانون دائما، مجموع القوى كيساوي ام ار جي. القوى كما مكتوبين هنا كنعاودوهم، دونك اف و بي و ار. دابا غنديروا الاسقاط، دائما الاسقاط على محور اكس والاسقاط على محور ايكغيك. دونك غنكتبوا نفس العلاقه هنا، نحيدوا المتجهات، غنكتبوا هنا اكس 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 ا اكس، ونكتبوا هنا ايكغيك 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 ا ايكغيك. دائما الجسم كيتحرك على المحور اكس، يعني ا ايكغيك ما كايناش، ا ايكغيك كتساوي صفر، لان الحركه الجسم تتم حول، لا تتم حسب المحور او ايكغيك. دابا اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو الاسقاط. دونك غنحاول ندير معكم الاسقاط. دونك دابا غنديروا الاسقاط على محور اكس. دونك اول حاجه هنا كاينه هي اف، دونك اف مع المحور اكس، دونك راها كتوازي المحور اكس ولها نفس المنحى ديال اكس، يعني غتكون زائد اف. الاسقاط ديال بي، بي نورمالمون راه عمودي على المحور اكس، دونك اكس هكا وبي نحو الاسفل، يعني اسقاط صفر. بقى لي ار. دابا هاد خطنا اللي هي ار، شوفوا ار راها مائله واحد الزاويه في بالنسبه للمحور ايكغيك. شنو هو الاسقاط ديال هاد ار على المحور اكس؟ دونك باش كنديروا الاسقاط ديال شي حاجه مائله، دونك قبيله قلت لكم في التمرين الاول كانت عندي شي حاجه توازي ولا عموديه، ولكن الا كانت مائله كيفاش كنديروا لها الاسقاط؟ دونك الا خدينا هاد ار وغنديروا الاسقاط على المحور اكس، باش نديروا الاسقاط ديال اي قوه عندنا لكم هنا الا كانت مائله. دونك عندي مثلا، عندي هذا هو المحور، كيف ما كان المحور سميه المحور اكس، وعندي واحد القوه مائله مثلا هي هذه، غادي نسميوها القوة R. كيفاش كندير الإسقاط ديال هاد القوة على المحور إكس؟ كندير الإسقاط ديال الرأس ولا ديال لوريجين ديال الأصل ديال المتجهة، وكندير الإسقاط ديال السهم. إسقاط يعني خصو يكون التعامد هنا كيعطيني زاوية قائمة. دونك الإسقاط ديال R على المحور إكس هي هاد المسافة هادي من هنا لهنا. بيان سور هاد المسافة هادي وهاد R بيناتهم واحد العلاقة. دونك هنا راه كاين واحد المثلث قائم الزاوية هنا. دونك هنا كتكون عندكم مثلا واحد الزاويه نسميها الزاويه الفا، دونك هذه مثلا نسميوها الفا. دونك لاحظوا بان هنا عندكم واحد المثلث، هنا قائم الزاويه، شو كيمثل هاد الضلع بالنسبه لهاد الفا؟ دونك الضلع حدا هاد الفا، يعني هو المحادي. بيان سور المحادي، وهذا راه هو الوتر ديال هاد المثلث، المحادي على الوتر هو الكوسينوس. دونك يكون عندكم الكوسينوس ديال، يكون عندكم الكوسينوس ديال في كتساوي هذا اللي درنا له الاسقاط. دونك هذا اللي درنا الاسقاط، بيان سور درنا الاسقاط على ار على المحور اكس، يعني هذه المسافه هتكون هذه من هنا لهنا، غتكون هي ار اكس. دونك ار اكس، دونك ار اكس، دونك قلنا الكوسينوس هو المحادي، غيكون هو ار اكس مقسومه على الوتر اللي هو ار. حنا اصلا باغيين ار اكس من هاد العلاقه. دونك الا بغينا ار اكس شنو غتساوي؟ غتساوي ار في الكوس ديال الفا. دونك ملي يكون عندكم داكشي مائل، اكثر كتخرج اما بالكوس واما بالسينوس. دونك نجاوب التمرين ديالنا الشكل ديالنا. دونك هذا هو المحور اكس، هو هذا، وهذه هي ار. غناخدو هاد ار وندولو الاسقاط على المحور، ندولو الاسقاط على المحور اكس. دونك شنو غادي يعطيني؟ دونك غنحاول ندير لكم هنا الاسقاط. دونك غندير الاسقاط ديال الراس ديال السهم، دونك هي هاد النقطه هادي، الاسقاط ديال الطرف هي هاد النقطه هادي. دونك هاد المسافه هادي، هادي هي ار، بالنسبة هنا كنسميوها مهم سميها ار اكس، ماشي مشكل. كاين اللي كيسميها ار تي طونجونسيال، وهادي ما تقولكم شنو هي. دونك هانتوما، دونك هاهي الاسقاط، درنا الاسقاط، عطاتنا هاد المسافة هادي، هادي ار اكس. هاد ار اكس دونك هي راها مماثلة، دونك كنسميوها، دونك حنا الأكثرية كنسميوها هي ار طونجونسيال، لحقاش الاسقاط على المماس. إلا درنا الاسقاط ديال ار على المحور ايكغيك، دونك إلا درنا الاسقاط هنا بحال هكا، دونك الاسقاط هاد المسافة هادي، هادي هي ار ان، اللي هي كتسمى المركبة
المنضمية R normal وهذه R tangential هذه المركبة المماسية. دونك R X بالنسبة لنا R X يعني كندير الإسقاط ديال R على محور X هي كتعطيني هي R T. وبيان سور لاحظوا بأن R T راه غادا في المنحى المعاكس X غادا هكا و R T غادا العكس ديالو حيتاش عندنا R راه أصلا العكس كتكون ناقص R T كتساوي M A X. العلاقة الثانية F Y الاسقاط ديال اف على المحور y دوك اف راه لاحظتوا بانها عمودي على المحور y دوك الاسقاط ديالها غيكون كيساوي صفر. بالنسبه للبي بي نحو الاسفل y نحو الاعلى عند التوازي ولكن في المنحين المتعاكسين يعني غتكون ناقص بي ار y يعني الاسقاط ديال هاد ار المحور y قلنا هي ار ان ولكن شوفوا y نحو الاسفل و ار اصلا طلع نحو الاعلى اذا غتكون موجبه يعني بلس ار ان. هنا الفوق لا هنا راها x غادي هكا غادي في هاد المنحى هادي و r غادا العكس ديالو غادا اللور يعني هاد rt غتكون سالبة ناقص rt. بيان سو هنا كتساوي صفر لحقاش اي قلنا كتساوي صفر و اصلا اي فوا ام يعني صفر فوا ام غتساوي هي صفر. دونك من هنا العلاقة الأولى غنجبدو rt دونك شنو غنديرو غنجيبو غير rt هي موان غنجيبو هنا نرجع بلوس و ام ان جي غنرجع له هي بلوس غنرجع موان يعني rt غتساوي هي f ناقص ام ان جي. دونك ار تي كتساوي اف ناقص ام ام اي كريك. من هنا نجبدو ار ان خلاص هاد ناقص بي راه هنا سالبه ونرجع لها غنرجع موجبه دونك ار ان غتساوي بي. غنحاولو نحسبو ار تي و ار ان دونك ار تي اف راه عطاوها لنا اف هي 5 نيوتن دوكا هي 5 ناقص ام هي 500 غرام ولكن عندها في 10 ناقص 3 اللي هي تعطيني 0.5 فوا ا عطاوها لنا هي 6 دوك حسبنا هادشي لقينا هي 2 نيوتن بيان سور ار راها قوة الوحدة ديالها هي نيوتن. عاوتاني اف ان هي بي و بي قلت لكم هي ان فوا جي غير هاد ام راها 500 غرام نحولها لكيلوغرام في 10 ناقص 3 تعطيني هي 0.5 جي هي 10 دوك لقينا اف ان هي 5 نيوتن. دوك لقينا ار تي و اف ان دوك لا بغينا ار دوك هاد ار راها كتساوي الجذر بيان سور هاد ار راها فيها جوج فيها ار تي بلس ار ان دوك ار فيكتور متجهة راها هي ار تي اللي هي كتسمى المركبة المماسية بلس ار ان اللي هي المركبة المنضمية. الا بغينا ار دوك هادي بالمتجهات الا بغينا ار بلا متجهات كنديرو هي الجذر ديال ار تي او كاري بلس ار ان او كاري. دوك ار تي او ار ان راه ديجا لقيناهم دوك جوج و خمسة دوك ار قلنا هي ار تي او كاري زائد ار ان او كاري دوك ار تي هي جوج نديرها او كاري بلس ار ان هي 5 او كاري دونك هي الجذر ديال الثلاثي كتساوي تقريبا 5.38 نيوتن. دونك حنا جاوبنا على السؤال لقينا شدة القوة مطبقة من طرف التماس على الجسم اس. دونك غنحبس هنا باش ما يجيش الفيديو طويل وان شاء الله غنكمل لكم هاد التطبيقات في الجزء الثالث ديال هاد الدرس هذا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.